قبلت التحدي وعزمي أكيد وأمضي بجدي لما أريد. قبلت التحدي وعزمي أكيد وأمضي بجدي لما أريد. أنا في السباق وأنوي اللحق، أنا في السباق وأنوي اللحق. أشارك فيك سباقات زيدوا، سباقات زيدوا. أزيد المهارة وأهوى الإثارة، أزيد المهارة وأهوى الإثارة. أنا في الصدارة أشارك فيك سباقات زيدوا، سباقات زيدوا. مشاهدين الكرام وأطفالنا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في برنامجكم برنامج درب التحدي. ومعنا اليوم طالب جديد، حياك الله يا بني، أهلا بك، كيف حالك؟ الحمد لله. ما اسمك؟ بدر عبد الله محفوظ بعجاجة. بدر بعجاجة، ما شاء الله تبارك الله، فتح الله عليك يا بني. شو اسمه، إيش المادة اللي تحبها في المدرسة؟ اللغتي. لغتي؟ يا سلام، يعني أنت تحب اللغة العربية؟ تشعر أنك متميز في اللغة العربية؟ طيب لو جبنا لك أسئلة في اللغة العربية، هل تتوقع أنك تجاوب إجابات صحيحة؟ يمكن. طيب نجرب، بسم الله نبدأ. ومسابقتنا اليوم في اللغة العربية، يا سلام. ونبدأ السؤال الأول يا بدر. السؤال يقول: اسم الفاعل من الفعل طلب، هل هو مطلب أم مطلوب أم طالب؟ طالب. طالب؟ يا سلام، نضغط على طالب ونأخذ تأكيد. أحسن. يا سلام، ممتاز جدا، لأنه إذا حولنا طلب اللي هو الفعل إلى فاعل نقول طلب الطالب طلبا، فأصبح الفاعل ما هو؟ الطالب أو طالب. هذا اسم إيش؟ اللي يسمى اسم إيش؟ اسم فاعل أو اسم الفاعل. طيب نأخذ سؤال ثاني؟ السؤال الثاني يقول: كلمة فيها حرف مضعف أو مشدد، يعني باللغة العربية يسمى مضعف لكن أيضا يقال مشدد، فما هي؟ مستشفى، الشارع، الورقة. ما هي الكلمة التي فيها حرف مشدد؟ الشارع. الشارع؟ ما هو الحرف المشدد؟ الشين. الشين، ممتاز، نضغط تأكيد على الشارع. أحسنت. يا سلام، إجابة صحيحة، أحسنت. الشارع الحرف المشدد هو الشين، لأنه إيش؟ الإيش؟ الشمسية، فيصير الشارع فالشين مشددة. ممتاز ما شاء الله، إجابات صحيحة ورائعة. ننتقل للسؤال التالي. السؤال يقول يا بدر: من أدوات الاستفهام كيف، ليس، مع، ما هي الكلمة التي تعتبر من أدوات الاستفهام؟ كيف؟ مع. كيف، ليس، مع، كيف، يعني كيف تكون مع من أدوات الاستفهام؟ ركز، عندك ثلاثة كلمات: كيف، أو يعني هذه أداة نستخدمها في الأسئلة، في صياغة الأسئلة، مثلا نقول كيف، أو نقول ليس. طب هل ليس يعتبر سؤال، ولا كيف تعتبر سؤال، ولا مع؟ فإيش الكلمة الأقرب أنها تكون سؤال أو نستخدمها في صياغة الأسئلة؟ كيف. كيف، نضغط كيف ونجرب تأكيد. أحسن. يا سلام، ممتاز، أحسنت، لأنه كيف هي كلمة نستخدمها في الأسئلة، نقول مثلا كيف تحفظ القرآن، كيف تذاكر دروسك، كيف تبر بوالديك، فكيف تستخدمها إيش للأسئلة. لكن ليس، كلمة ليس وكلمة مع ما نستخدم الأسئلة، يعني ما تقول ليس يذاكر القرآن، ليس سؤال، صح؟ هذا ليس سؤال، لأنه ليس، شوف حتى أنا قلت لك إيش ليس. وأيضا كلمة مع لا تعتبر من إيش، من الكلمات التي نستخدمها في الأسئلة. طيب استعد السؤال اللي بعده. طيب السؤال الذي لي يقول: كلمة فيها همزة متوسطة، أحمد ولا سماء ولا قائد؟ همزة متوسطة، يعني تتوسط الكلمة. السؤال: كلمة فيها همزة متوسطة، يعني الهمزة تكون إيش؟ متوسطة للكلمة، يعني في منتصف الكلمة. هل هي أحمد أم سماء أم قائد؟ ركز، شوف مكان الهمزة. قائد. قائد، متأكد؟ ليش؟ عشان القاف والألف في النص. لا، الهمزة، نحن نبغى الهمزة، الهمزة في الموقع، الهمزة في النص. يا سلام، الهمزة في منتصف الكلمة، نضغط على قائد ونضغط تأكيد. أحسنت. أحسنت، ما شاء الله تبارك الله، إجابة رائعة ومتميزة يا أستاذ بدر، حياك الله. طيب
هل تتوقع إجاباتك كلها صحيحة؟ نشوف. طيب بس باقي سؤال أخير وبعدين ننتقل إلى الإجابات. السؤال الأخير يقول: حضر الطلاب إلا طالبا، هذا أسلوب إيش؟ هل هو أسلوب استثناء ولا أسلوب تفضيل ولا أسلوب استفهام؟ أسلوب استفهام. أنا قلت حضر الطلاب إلا طالبا، هل هذا استفهام؟ هل استفهمت عن شيء؟ لا. طيب إيش يعتبر؟ استفهام. هو طيب أنا هل استفهمت عن شيء؟ لا. طيب كيف تقول استفهام؟ يعني عندك الآن ليس استفهام، حيكون حيكون يا استثناء يا تفضيل. طيب إيش هو؟ هل حيكون استثناء يعني أنا مستثني أحدا، ولا تفضيل يعني أنا فضلت أحد على أحد؟ تفضيل. كيف التفضيل؟ كيف يكون تفضيل في الجملة؟ ها فكر كيف تفضيل. التفضيل يكون إذا فضلت أحد على أحد، ففين التفضيل اللي حصل الآن؟ الطالب لأنه غايب. أيوة، فيصير الآن أنا ما فضلت أحد، إيش سويت بالضبط في الجملة؟ لما أضفت حرف كلمة إلا صار في شيء في الجملة، صار الجملة إيش؟ صار الجملة أسلوب. ها يلا إجابة أخيرة، أعطيني إجابة أخيرة عشان أحط لك الجواب. يلا أعطيك 3 ثواني تفكر، عندك الآن 3 خيارات تختار واحد منها، قرار أخير. حضر الطلاب إلا طالبا، هذا أسلوب إيش؟ استثناء، تفضيل، استفهام. يلا أعطيك 3 ثواني. 3 استثناء. استثناء استثناء، نضغط استثناء ونسوي تأكيد. أحسنت، إجابة صحيحة، ما شاء الله تبارك الله، والله إنك رائع ومتميز يا بدر. طيب ننتقل إلى الدرجات. ما شاء الله تبارك الله، أنهيت السباق بنجاح برصيد 5 نقاط وحصلت على 5 نقاط إضافية لسرعتك في الإجابة. ما شاء الله عليك يا بدر، وفقك الله. إلى هنا أعزائنا المشاهدين، نلقاكم في حلقة جديدة من برنامجكم برنامج درب التحدي، وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبلت التحدي وعزمي أكيد وأمضي بجد إلى ما أريد. قبلت التحدي وعزمي أكيد وأمضي بجد إلى ما أريد. أنا في السباق وأنوي اللحق، أنا في السباق وأنوي اللحق. أشارك فيك سباقات زيد، سباقات زيد. أزيد المهارة وأهوى الإثارة، أزيد المهارة وأهوى الإثارة. أنا في الصدارة أشارك فيك.